تنمنوا بالعلم وبأصحاب الاختصاص. هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا. في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية، آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية، وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتمو على وضعياتكم. لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0. سانتي 5.0 مع الحايم، صحتك بالدنيا. لول ماجازين الوحيدة في تونس المختصة في الصحة والطب خاصة والعلم في تحقيقاتنا وحواراتنا الطبية، وهو القائل: يقلب الحاكم توجسه وغيرته من شعبي إلى خوف على ملكه. القائل العلامة ابن خلدون. تتسويت سامير سامير اون اديسيون سبيسيال اليوم مش تكون خاصه جدا، خاصه للناس اللي قاعده تتكيف برشا والا تشيش وتحب تبطل الدخان، سي لوكازيون جامي في عمليه التدخين. هذاك علاش نذكركم انه في شيفر سونتي باش نعطيكم ارقام قداش من واحد يتكيف في تونس، ايكو سونتي التكلفه نتاع التدخين على ميزانيه التونسيه، واكثر من هكا في لو دكتور انغرو ميسي للدكتور انيس معطله رئيس قسم الامراض الصدريه باش يكون حاضر بحضنا في ساعتنا الثانيه وباش يجاوبنا كيفيه الإقلاع عن التدخين. هاي نجمو نبطلوه، نعملو لربي شوية قليب وتسمع نصايح اللي منعنا. هذا بشي يكون موضوعنا بعد بشوية فيها. لو دكتور تنطع الصباح، أهلا وسهلا بيكم على رجل حياة فا سونتي 5.0. موضوعنا فيها لو دكتور الإقلاع على التدخين. ألو دكتور، كلمونا من 11 حتى نص نهار باش يكون حاضر بحضرنا الدكتور انيس معطله رئيس قسم الامراض الصدريه. كيفاش نجم تبطل الدخان في شهر سيدي رمضان؟ ان شاء الله يا ربي يتقبل صيامنا يا ربي، ان شاء الله زاد يكون الصيام هذا حتى على الدخان عاد التدخين سامحوني. بعد شهر سيدي رمضان عندكم برشا اسئله نعرف، هذاك علاش تكلمونا على 70035120 70035120. سينون توت سويت اجندا سونتي. اجندا سونتي. L'association Nouran pour la prévention du cancer, en partenariat avec une clinique privée FI Tunis, organise le congrès médical le 6 ou le 7 mai, animé par 20 experts européens, intitulé « Deuxième rencontre euro-africaine en thérapie oncologique innovante ». Vous pouvez vous trouver plus de détails sur la page officielle Facebook de Radio El Hayat FM. C'est le 7 mai 2022, un des plus importants de la région de Tunis, de la Jamaït Nouran pour les maladies sarcinées. Ce sera la deuxième rencontre euro-africaine en thérapie oncologique innovant. Le programme bien détaillé تلقاوه على الباج اوفيسيال فيسبوك لرجل حي تفهم اذاعه القيروان للصحه. اهلا وسهلا بكم ناس الكل. في اقل من 6 دقائق الفلاش انفو للعشرة ونص، ومن بعد ما هي تكلفه التدخين على ميزانيه الدوله وعلى ميزانيه الصحه. هذا من بعد شويه في ايكو سونتي الماجازين نتاعكم سونتي 5.0. سونتي 5.0. تبطيلة الدخان هذا زاد باش يكون موضوعنا في الو دكتور بالنسبة لليوم. الو دكتور، هذا وقت اللي باش يكون حاضر بحضنا ضيفنا اليوم الدكتور انيس معطله رئيس قسم الامراض الصدريه. كيفاش باش بطل الدخان؟ انا خير فرد مره نقص عليه هنا ونحيه الموضوع هذايا، والا نبدا نقص يولي 4 سواقر ولي 2 سواقر ومن بعد كوراج، والا لي زعما نرجع زعما كنعاود نرجع شنو ينجم يصير لي كي نبطل؟ شنو اللي بيان فيه نتاع الصحه نتاعنا الناس الكل؟ هذا واكثر اسئله بربي تسالها الناس الكل. ضيفنا اليوم على 70035120 سينون في كواد نوف سونتي باش نحكي لكم آخر القرارات في الأوروب، فإنه يتم سحب شوكولاتة كيندر سوربريز من الأسواق الأوروبية. كواد نوف سانتي. الشوكولات اللي يحبوها صغارك اللي كي تبدا كيما العظم هذيك كيندر ويحبوها ويحلوا يلقاوك جوي، تم سحب الشوكولات كيندر من البيع في اوروبا الكل بعد اكتشاف عشرات الحالات السالمونيلا في الانجلتير، وسجلت 63 حاله تلوث زاده بالسالمونيلا، وين بلغت فرنسا عن 21 حاله وجميعها من اطفال دون سن الرابعه، وتم الكشف عن عشرات من حالات السالمونيلا في اوروبا، وتتقارب الشكوك في منتجات شوكولاته كيندر المصنعه في بلجيكا، وتم سحبها من قبل الشركه المصنعه
في ريرو في الأوروب الكل. ودعت هذه الأخير الشركة إعادة المنتجات كيندر المصنعة في منشأتها في بلجيكا اللي تم تسويقها في فرنسا وبلجيكا والإنجلترا وإيرلندا وألمانيا والسويد وفق ما ذكرته أهم الوكالات الصحية نهار 3. وخاصة أنه العلامة التجارية قالت على الرغم من أنه أي من منتجات كيندر اللي تم إطلاقها في السوق لم تكن إيجابية بالنسبة للسلمونيلا ولم نتلقى شكوى من المستهلكين إلا أن نأخذ هذا الأمر على محمل جد لأن رعاية المستهلك هي أولوياتنا القصوى. في المملكة المتحدة تم تسجيل 63 حالة تلوث بسلمونيلا وفق ما ذكرته المتحدثة باسم السلطات الصحية البريطانية. وفي فرنسا أبلغ المركز الوطني المرجعي لسلمونيلا تابع لمعة باستور عن 21 مريض وأفاد 15 منهم أنهم استهلكوا منتجات كينتر سوربريز. هذا ونذكركم أنه نفس الوضعية كانت عاشت عليها اليوم في صيف 2016 كشفت دراسة ألمانية أنه تناول الأطفال لشوكولا كيندر قد تسبب لهم بعض الأمراض على احتوائها لمستويات عالية من هيدرو كربورات والزيوت المعدنية التي تؤدي إلى إصابات بعديد من الأمراض. وهذه نفس الدعوة اللي نوجهها للسادة المستمعين. كيندر سوربريز تم سحب الكميات الكل من أوروب دونك حتى في تونس AIVD على الأقل البريود هذه الكل خاطر يمكن تنجم تكون كونتاميني وفيها السلمونيلا اللي تنجم تأثر على صحة صغاركم الكل. هذه كواد نوف سانتي بالنسبة لليوم. أهلا وسهلا بكم الناس الكل. إيكو سانتي. التكلفة التدخين على ميزانية وزارة الصحة هذا موضوعنا بعد بشوي. هي موجودة في تبطيل الدخان وإحنا نستنيو في شهر سيدي رمضان سي لوكازيون أو جامي للناس اللي تخمش بطل الدخان صغار وإلا كبار. كيفاش تصير العملية؟ في ألو دكتور. ألو دكتور. رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن جزار دكتور أنيس معطلب باش يكون حاضر بحضينا. التباجيزم كيفية الإقلاع زعما كن بطل فرد مرة نقص شنو يصير اللي قداش تقعد المدة زعما نرجع وإلا لا أسألة يجاوبنا عليهم دكتورنا اليوم في ألو دكتور. هذا موضوعنا بعد بشوية. سينو نذكركم أنه اليوم في الشيفر سنتي باش نحكي لكم على عدد الوفيات جراء التدخين في تونس. شيفر سنتي حسب دراسة كانت قدمتها وزارة الصحة التونسية وفاة 13200 تونسي توفيوا جراء التدخين وين تمثل زادة نسبة التدخين في تونس اللي عمرهم 15 سنة فما فوق 25.1% 48.7% عند الأولاد و 20.6% عند البنات. تتو نتائج دراسة مشتركة بين وزارة الصحة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وأمانة اتفاقية الإدارية لمكافحة التبغ ومنظمة الصحة العالمية حول الاستثمار في مكافحة التبغ تم الإعلام عن نتائجها. وأشارت الدراسة أيضا إلى أن التدخين يعد من أهم الأسباب الأمراض السارية في تونس اللي تسبب في أكثر من ثلثي جملة الوفيات واللي تستهلك أكثر من ثلثي ميزانية علاج بوزارة الصحة. تصوروا كل التكلفة البشرية والتكلفة المادية اللي تكلفها الدخان. وحسب نفس الدراسة التدخين السلبي دونك الناس اللي ما تكيفش ما يقعدوا بجنب ناس تتكيف يتسبب في وفاة شخص على 5 مما يعني أن التبغ يتسبب في قتل أكثر من 2600 تونسي وهما ما يتكيفوش كل عامة ما يصيرش الاستثناء. كي نحكيو على التدخين الدخان واللي ديري فيه نتاعو كيما الشيشه العاديه ولا شيشه التفاح واللي قاعدين نسمع فيهم الناس الكل. وهذاك علاش احنا نصيحتنا ليكم بالاقلاع على التدخين ما تنجمش وحدك متفاهمين. هذاك علاش باش نعاونوك ويكون حاضر بحضنا دكتورنا انيس معطله بعد بشويه في الو دكتور. بعد شويه كالعاده جون دي سونتي 10:30 ثاني نشرتنا الاخباريه. اهلا وسهلا بكم على رجل حياه فهم. أهلا وسهلا 49 دقيقة بعد العشرة متاع الصباح. أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفا سونتي 5.0. الإقلاع عن التدخين هذا باش يكون موضوعنا في ألو دكتور. ألو دكتور. شنية المنافع اليوم اللي كي نبطل الدخان نلقاها؟ شنية المضار متاعو الكبير والصغير؟ هيك أكثر على الجانب الصحي باش يكون موضوعنا اليوم وكيفية الإقلاع على التدخين. هذا أكثر ضيفنا اليوم رئيس قسم الأمراض الصدرية الدكتور أنيس معطلة باش يكون حاضر بحضنا في هلو دكتور. ما فيه كو سنتي باش أحكي لكم على التكلفة الاقتصادية للتدخين على ميزانية تونس الكل. إيكو سنتي. زوز مليار دينار
التي هي الخسائر الاقتصادية، أي ما يعادل 1.8% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، وتنقسم هذه التكلفة إلى حوالي 146 مليون دينار أي 7% على الإنفاق الصحي، 1.9 مليار دينار أي 93% على خسائر في الإنتاجية الاقتصادية بسبب الوفيات المبكرة وسوء صحة العمال وأخذ فترات الراحة الإضافية للتدخين عن العمل. هذه هي حسب الدراسات الرسمية اللي كانت قدمتها وزارة الصحة. وهذا ونعاود نذكركم أنه 80% من النفقات في الصناديق الاجتماعية الكل موجهة لمعالجة الأمراض القلب والسرطانات الناجمة أساسا عن التدخين. شفتوا قديش يتكلف علينا الدخان؟ تصوروا اليوم كان بطل التدخين شنو الفلوس يتنجم نوفرها على مستوى تونس الكل ويرجع بالفايدة علينا الناس الكل. وفي هذا الإطار كيفية الإبطال على الإقلاع عن التدخين باش يكون موضوعنا بعد بشوية في أقل من 10 دقائق خرينا. حاضر بحضينا ضيفنا دكتور أنيس معطل، أهلا وسهلا بكم الناس الكل على راديو الحياة تفن. سيوس لي قلق الدخان يقول لك نحب نبطل، نحب نعمل قلايب، نحب نكورج، وقت باش نبطل نبطلوا فرد مره والا ليه ماشي وتصعب. هذا واكثر، رمضان نجم يكون وقت زاده مناسب لتبطيله الدخان. اسئله يجاوبنا عليها اليوم ضيفنا رئيس قسم الامراض الصدريه بالمستشفى الجامعي ابن جزار الدكتور انيس مطل. الو دكتور. دكتور اهلا وسهلا. شكرا شكرا، بارك الله فيكم مره اخرى سير حايم على الاستضافة هذه في شهر رمضان، اللي إن شاء الله هنقول شهر رمضان مبروك لجميع مستمعينا وربي يحفظهم من آفة الدخان. فرصة بتتر في رمضان باش نحكيه على التدخين، وممكن رمضان من لي زوكازيون اللي النجم يعاون العباد اللي موتيفي باش تبطل انها تنقطع الافه هذيا. دكتور هنجي بعد الجانب الطبي والارقام والكل، اما على الاقل في بحثي الاول على الادمان على الادمان على التدخين، كي يحكي معك اللي يتكيف يبدا واعي بالمضار نتاعو، والى حد ما تحسه وكانه ضحيه لي قرار خذاه هكاك نتاع الصغر نتاع تيش اك سيجارو لولو كبش فيه ويقول لك وحلت ما عادش نجم نبطل وحدي، زعما نبطل زعما كيفاش باش نعمل، تحسه حاير الى حد ما دكتوره. وي اكيد اكيد، وسؤالك معقول برشا، انه لانه التدخين هو في حد ذاته اي تي كلاسي بار لي دي ام اس معناتها بالنسبه لاطباء النفسيين كنوع من الامراض النفسيه، لانه عنده علاقه بالادمان، لانه التدخين يشكل نوع من الادمان. هذاك علاش الانسان يلقى روحه فاسيلمون بكل سهوله وبكل سرعه يدمن ويدخل في الاف هذيه. بون ديما مشكله السيجارو لول، السيجارو لول ديما الحقيقه عنده عده ارتباطات نفسيه اجتماعيه، خاصه عند المراهقين، راك تعرف في سن المراهقه يبداو يتبعوا في بعضهم، سي اون سورت هكا دو فالوريزاسيون دو بيرسون، ما تحس روحه كنوع كبر، نوع من التحدي في تدخل يتبع زاد اصحابه الاطراب نتاعو معناتها، وهكاك في اغلب الاحيان تبدا هكاك، يبدا هكاك التدخين، ثم ندخلوا مرحله الادمان واللي هي تبدا اصعب. في تونس ارقام مفزعه قاعده على الاقل تقدمنا فيها وزاره الصحه التونسيه دكتوره. وي اي ارقام مفزعه، ارقام الحقيقه مفزعه وتدعو للحذر. انا باش نعطي بعض الارقام معناتها في تونس دي زيتود يقول لك اللي اكثر من العمر معناتها من 11 سنه، من العمر 11 سنه 25% من نسبه معناتها المدخنين في هالفئه اكثر من 11 سنه، شي لي زادولت اللي اكثر من 25 سنه 26 سنه النسبه توصل حتى 50%. دونك نقولوا 25% فوق 11 عام، يعني راهو اطفال هذوما 11 سنه يتكيفوا. رقم مفزع. الرقم زاد عند النساء قاعد يطلع، توا اخر شيفر في تونس يقول 6%، ولكن نتصور في الواقع الرقم اكثر. باش نقول في تونس التدخين يقتل سنويا 13200 تونسي، هذا رقم محين في 2021. في 13200 بربي ثم رقم نحب نقوله ما نتعداش عليها كيك على الاقل، انه 2600 سون دي فيمير باسيف، يعني عباد ما تتكيفش ولكن تعيش ولا تتعامل ولا تخدم مع عباد يتكيفوا، يعني 2600 يموتوا لا ذنب لهم انهم في كونتاكت بعباد تتكيفوا، هذا راهو رقم زاد مخيف. فهمت دايور يقول لك نردوا بينا رحنا في تونس، يا طوندي اذا كان نكملوا هكا انه عدد في 2035
ان شاء الله عدد العدد اللي تسبب التدخين في الموت نتاعهم باش يوصل 55000 في 2035 اذا كان واصلوا بالريتم هذايا ومن 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 ما نحاولوش نقصوا من الاف هذه 2035 عدد الوفيات يوصل 55000 هذايا دي شيفر ستاتستيك معناتها قدمتهم وزاره الصحه 90% وللاسف من الامراض الخبيثه كونسير دو بومون راهو من التدخين 80% نحن من لي بروبليم الانسيفيزون ريسبيراتوار معناتها القصور التنفس الحاد راهو من التدخين 25% من الجلطات وخاصة من الموت اللي كوز كارديو فاسكولير امراض القلب هو ناتج عن التدخين دونك هذا الكل كي ناخذوا زوز دو زون معناتها زوز عباد عندهم نفس العمر نحب نعطي هذوما ارقام اللي يتكيف عنده اسبيرونس دو في 10 سنين اقل من اللي ما يتكيفش دونك عنده معناتها الاسبيرونس دو في عنده ريسك معناتها باش يعيش 10 سنين اقل من الانسان على الموت هذا بيد ربي هذا امور ولكن علميا عنده 10% 10 سنين اقل باش يعيش من اللي الانسان غير مدخن دونك هكا علاش ان شاء الله الناس تتوعى وان سو موتيف باش نبطلوا التدخين. رمضان سيت اون بون اوكازيون افيك سيت ايدي راهو كي قعدنا انا والدكتور كي حكينا قلنا على الاقل رمضان سي لوكازيون ان واحد ينجم يبطل فيه دكتور خاطر على الاقل تلقى اللي يتكيفوا في شهر رمضان ينسى العاده نتاع سيجار الصباح وقهوه ولازم يتكيف برشا تسهل له شويه على الاقل. اكيد ديما نرجع دونك هما لي دو كونديسيون ماجور باش نبطل الدخان هو انه الانسان يبدا موتيفي معناتها يبدا ياخذ قرار عن اقتناع قرار في العاده يكون شخصي انه يزمو ينقطع. شوف راه مش ساهل وهذايا نوضحوها مش ساهل تبطيل الدخان ونفهموا راه العباد المدخنين خاطر باش نقول حاجه علميه تعرفوا السيجارو فيه تقريبا سيرهايم ما بين 40 50 سيبستانس فما دي سيبستانس ما نعرفوش فما حتى لورانيوم في فك السيجارو هذاك معناتها وبارمي لي سيبستانس هذوما فما وحيد مثلا نسميهم نحن دي كانسيروجين وفيهم النيكوتين اللي هو يعمل الديبوندونس يعني الديبوندونس هي الادمان دونك رمضان ديما نحن نقولوا معناتها فما الصيام فما الروحانيات فما الامور الاجتماعيه الانسان نفسانيا فما يدخل شويه هكا الهدوء النفسي وكل شيء دونك مع فترة الصيام الإنسان الموتيفي ويبدأ ظروفه ما يبدأ مقتنع ويبدأ في حال إنه يحب يبطل تكون أسهل إنه ينقطع التدخين في رمضان وتكون هذيك فرصة باش يبطلوا إن فوا بور توت ويرتاح من الأفة هذه ويرجع حتى كما الناس العاديين. معناتها فيه بين 40 50 مادة مصارتنا هذه وفي حتى جزء صغير من اليورانيوم فيه كل شيء فيه كل شيء التدخين معناتها السيجار وذاك لي برودوي اللي فيه معناتها كي تشوف لي سيبستانس معناتها طق طق راهم سي انورم معناتها كل شيء غودرون معناتها تو لي برودوي معناتها ايماجينابل وان ايماجينابل فيها كطرفك السيجار وذاك كيما وكي نحكيو هكا معناتها مش نجي بعد اللي شنو اللي في سل معناتها شنو ينجر عنده على الجهاز التنفسي في البدن تو الدكتور كي تقول لي هذوما كيما يقول لك سيجارو لايت كيما سيجارو احمر كيما سيجارو الكل كيف لي سيبستانس هذوما الكل موجودين. يعطيك الصحة حي معرجت على النقطة هذه باش نأكد لا فما لايت لا فما سيمي لايت لا فما رزين لا خفيف الكل دخان الكل سي لا ميم شوز سي لي ميم سيبستانس هادي فاريابيليتي ديفيرونت من كلهم فيهم لي سيبستانس اللي يعملوا الامراض الكانسير وفيهم لي سيبستانس اللي يعملوا امراض القلب والعروق وفيهم لي سيبستانس اللي يعملوا امراض الرئه الكلهم كيف دونك هذيا هاني نتكيف في اللايت وما يقلقش ولا نعمل فيه خفيف وشويه هاو نو راهو يفضلكم الكلهم نفس الحكايه الكل تدخين به. دكتور أنيس معطلة رئيس قسم الأمراض الصدرية من مستشفى الجامعي بالقيروان اتصالاتكم نبدأ ناخذ فيها بعد شوية على 70-035-120 كي ناخذ نفس اللون نتاع السيجارو شنو يصير للجهاز التنفسي بالضبط منذ الساعات الأولى ومن بعد أعوام شنو يتطور عليه وشنو ينجر عليه دكتور؟ هو 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 التدخين راهو معناتها وقت اللي إنسان يتكيف الدخان البرودوي معناتها ذاك اناليا كان النفس ذاك باش يمشي يتعدى في القصبات الهوائيه وباش يدخل فك لي زيشانج
اللي يصيروا بين الاكسجين وتعرفوا هو فيه برشا CO كيما الغاز كربونيك هذاك دونك CO هذاك اللي انترفيان يدخل في ليزيشانج دونك بالطويل باش ينقص لنا الكونتيتي دوكسيجين خاطر هو باش ياخذ بقعتها ويطلع في الغاز كربونيك هذاك شنو لي برودوي اللي موجودين الكل يفون يدخلوا لك نسميوه نحن لي زون ديشانج وين تصير ليشانج تاع الاكسجين الدم يعطي الاكسجين وياخذ غاز كربونيك il va altérer cette zone هذيك الكل باش يبدا بشويه بشويه يعمل فيها الالتهابات والانفكسيون غاديك كل شيء وتبدا من الاطمل من القصبات الهوائيه الصغيره بالكل ويبدا هو طالع كل مره يبدا يسد بشويه بشويه دونك لو يسكر القصبات الهوائيه ويعمل لك التعفنات ويعمل كذا هذا شنو ينجر عليه ينجر عليه بالطويل سواء يجيو الامراض الخبيثه سي ديفلوب فك الزون هذيك هو سبب فيها في اكثر من 90% وزاد يعمل القصور المزمن في التنفس وقت اللي يوصل يسد لك مع عدد معين من القصبات الهوائية اللي تبدأ كما قلنا من لوطة وهو طالع لين يوصل درجة انه الانسان ما عادش ينجم قادر على مش يعمل لك ليشانج بتاع الاكسجين وكل شيء ويولي يحلو الاكسجين ويولي يستحق الاكسجين ويرخد في السبيطار وكل شيء دونك هذا اسانسيلمون لي زيفي على العصبية زاد فما ناس تلقى عندهم باغ اكزومبل امراض اخرى مزمنه كيما عنده مرض الحساسيه ويزيد عليه الدخان دونك لهنا باش يزيد يسرع في الايفوليسيون تاع المرض معناتها الحساسيه هذيك ويزيد عليها الدخان باش تكثر اكل التشنجات في القصبات الهوائيه وتكثر اكل ليزوبستريكسيون وتكثر اكل التصفير واكل واحد دونك يكون مثلا عادي باش تتعكر حالته رابيدمون وينجم يوصل هو بيدو الى قصور مزمن في التنفس. دكتور صحيح باش ينقص الاكسجين الهواء اللي يعيشوا به الرواري واي اعضاء حاجه اليوم انه باش تدريجيا الريه نتاعي تبدا تموت كي نبدا نتكيف خاطر مثلا مش واصل لها الهواء خلينا نقولها بالعاميه يا دكتور اي هذيك هي بيان سور تشوفوها معناتها الريه كل بارتي اللي هي في الاخر باش تسكر عليها الهواء البارتي هذيك باش تموت باش تتعدى ما عادش تولي فونكسيونيل اني بلو فونكسيونيل وبالعكس باش تولي هي عرضه للتعكرات سواء الانفكسيون ولا الامراض الخبيثه ولا نسميو نحن تعمل دي بيل دونفيزيم كيما الكر في وسط الريه والكر هذه دو ان تضغط على الريه ما تخليهاش الباقي الريه تتنفس واذا كان على اللي يقدر هاللي بيل هذوما الكر الهوائيه هذوما تتفلق وحده منهم تعمل كومبليكاسيون اخرى اللي هو كالبنوموتوراكس الهواء في الصفاق دونك بيان سور بشويه بشويه شاك فوا طرف من الريه تولي ما عادش تخدم تشوفوها حتى في التصويره ولا في بعض نحن معناتها شيماتيكمون تبدا الريه فيربون كحله فيربون كي تشوف ريه معناتها فري ريه تلقاها كحله كريمون كحله معناتها نوار ما خاطر ماهيش حمراء ما يسلاش الدم اللي فيه الاكسجين ما عادش الشونج غاديك ما عادش فما اكسجين بزون هذيك دونك تكحل وتموت كريمون ويبدا الشيء يتقدم. صار صحيح هكا التصوير ساعات معناتها نلقاه معناتها جينيرالمون في التلفزيون ولا في ليزو سوسيو كي يمد لك يقول لك هذيا ريه نتاع انسان ما يتكيفش وهذيا ريه نتاع انسان يتكيف الاخرى تلقاها حمراء اللون نتاع حاجه حيه والاخرى تبدا كحله كحله معناتها سويت سامحني في الكلمه. اي لا صحيحه بيان سور الريه كي نشوفوها حتى نحن على ريت العلوش هذيك هي كولير يبدا احمر روز خاطر هذاك يصير فيها ليشونج الاكسجين هو الاحمر الدم الاحمر كيما الدم فينو الازرق اللي فيه سيو الاخرى ما فيهاش ما يخلط لهاش الاكسجين ناريف بلو ما عادش فما كيزون ديشونج دونك يقعد كحله كريمون كحله كحله معناتها نشوفوها معناتها سي دي 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 بومون ديتروي نسميوها معناتها ريه مدمرة معناتها غير نون فونكسيونيل ما تخدمش دونك نجم تلقى ساعة تشطر ربع فهمت دونك هذيك رايك التصويرة ماهيش شيماتيك راهي صحيحة راهي ريت المدخن مش كيما ريت الإنسان العادي ريت المدخن تبدا مريضة تبدا معاتي على الزروقية هذي نحكيو بصفة فهمت تاخو وقت الحكاية هذي دكتور وإلا تنجم ولا أنت والإنسان معناتها كل واحد وكيفاش دكتور سي يا إن فاريابيليتي إنديفيدويال معناتها كل إنسان وكيفاش فما عباد يسون بلو سونسيبل للسيجاريت تلقاه مثلا يقول لك كان يتكيف في أربعة وخمسة سواقر وواحد ولكن ما تعرفش الانسيسيبيليتي إنديفيدويال معناتها ينجم ساعات واحد يتكيف حتى 10 هو قد ما يبدا يتكيف اكثر قد ما الريسك يبدا اكبر ولكن فما عباد حتى يتكيف كونتيتي صغيره ولكن عنده اون هيبر رياكتيفيتي هيبر رياكسيون معناتها ريبونس نسميوها نحن انفلاماتوار ميتير للدخان اكثر دونك ينجم حتى هو بيدو يتعكر بسرعه زاده دونك عمره ما يقول انسان هاني نتكيف شويه وما نخافش ولا لا ما عمره بالعكس شفنا حتى حالات عند ناس معناتها مدخنين ما همش شكل مدخن بشكل كبير برشا بيان سور ديما تدخل فيها اكثر بورسنتاج تاع التدخين واكثر عدد نتاع دي زاني تاع الدخان ديما ذاك الى بليس دو ريسك ولكن سا نمبيش فما كيلكو زان فما عباد زاده
ما همش متكيفوش برشا، ولكن هما بيدم ينجموا يعملوا الأمراض اللي مرتبطة بالتدخين، سيرتو لزم الأمراض القلب، خاطر مع ستريس اللي نعيشوه مع الواحد نشوفوهم هذوما اللي جون معناتها يعملوا جلطات في القلب، لوركو هو عمره مازال عمره 30 سنة و 35 سنة، خاطر يتكيف، خاطر ستريس، خاطر برشا حاجات. تزيد صعب الامور، تزيد صعب لنا الامور. دكتور، زدنا من الملاحظات اللي وصلت لنا وقت في كي نحضروا في السوجي هذا، يقول لك الصباح كي نقوم نلقى عندي البلغم، ونبدا الصباح قبل ربي العمل عليك، سامحوني معناتها منظر خايب وتصويره خايبه، ماذا هي معناتها؟ يقول لك ندخل للبيت الراحه، نبدا نخرج فيك البلغم ونعاود، نخرج في البلغم ونعاود، او شيء اخضر او شيء اكحل، ويقول لك نحس حتى في صدري مازال مليان. شنو هو البلغم هذاك بالضبط اللي تكون، ونتيجه شنو بالضبط دكتور انيس؟ هو البلغم هذاك نتيجه عاديه اللي قلنا حكيناه بكري، انه الدخان بحكم انه يدخل في الزون دي شانج يعمل اكل يسكرها، دونك باش تسكر هذيك بشوي بشوي باش تموت، بتصير لها تعفنات، باش يولي القصبات الهوائيه، نعرف القصبات الهوائيه فيها شعيرات، الشعيرات هذيك من رول نتاعها انه لك لي بتيت سيكريسيون هذوكم تال في لوي ديفي بك باش تخرجهم بشوي بشوي على طول النهار ما في قوش بهم، فهمت؟ ولكن كي الزون هذيك كل تموت، هاك التعفنات هذيك تنتج كيما انتي تانفيكسيون كيما نعرفش انا الدم للبرا، باش تنتج اكل الاكل البلغم هذاك. البلغم هذاك بيان سور باش يكثر عند المدخنين، تلقاه ديما موجود، وهذاك من 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 الاشياء اللي تسد القصبات الهوائيه، دونك خاصه الصباح المريض يتقلق، يحس روحه مخنوق، يولي يكح ويلزم يخرج الدخان. احنا نقولوا المريض هذا يسميوه قبل برونشيت كرونيك، اللي هي اش معناتها برونشيت كرونيك، يقولوا تو اكسبكتوراسيون، يولي على الاقل مده 3 اشهر في العام، عامين متتالي، هذاك علامه اللي هو راه ولا عنده مرض مزمن في الرواري، ويقول لك لا من الدخان، لا هذيك راه وصلت انه المرحله انه ولا مرض مزمن، يعني قصبات الهوائيه مرضوا بشكل ما عادش يخليهم يخدموا نورمالمون، وما عادش يخليهم يعملوا لي زيشانج، يولي يتكون اكل البلغم اكل وسخ هذاك فيهم، وتولي الصباح خاصة الصباح وبعد يولي على طول النهار، يولي اوبليجي باش يكح ويتقلق باش يخرجك البلغم هذاك، والبلغم هذاك ما يوفيش ويخرج منه ويعاود. والبلغم تعرفوا هو كونتي ستاغن كي يقعد سيرتو في الريه تو يتار كيما ما راكد ما راكد باش يتعفن يتمسخ، هو كيك دونك في الريه ما يخرجش زاد ما ينجمش يخرجه كومبليتمون، باش يعمل شهر شهرين ويتعفن له البلغم وترسيلو في زونتيبيوتيك ودواء واكسجين وكل شيء. دونك هذاك من العوامل اللي نتاع مرض مزمن، وهي كيما نقولوا ان سينيال راهو البروسيسوس معناتها الالتهابات وكل شيء راهي باش تكثر وباش تطويل، وينجم يوصل قصور مزمن في التنفس. دونك النبوة العباد اللي ولا يحس سيرتو البلغم هذايا الكحة والبلغم راهو سي ان سينيال باش توقف الدخان، سينو راهو باش يدخل في سيركل خايبة سيركل فيسيو وكل شيء. باهي دكتور، علاش اللي يتكيف اول ما يبدا يعمل مجهود ديكو يطلع درجتين يقوم يلهث، ديكو يمشي شويه يقوم يلهث وما عادش ينجم يتنفس، يقول لك حسيت روحي مخنوق، حاس حاجه منها شدتني، ما عادش نجم نتنفس كيما كنت قبل. هذاك هو هذاك القصور في التنفس، لانه الريه نتاعو ما عادش تخدم بكامل قدرتها. نحن عندنا قيس التنفس اللي نعملوه نعرفوا به هذايا الكاباسيتي نتاع البومون، شنو هو ديغري نتاع لوبستريكسيون نتاعو، هذايا تلقى نحن نسميوه هذايا الفي ام اس والاكسبيراتوار مينيت سيكوند، نشوفوا به نشوفوا ديغري دوبستريكسيون. ساعات مع بيت تلقى عنده ب 20% 30% هكا هو نسبه الكاباسيتي انه يتنفس يخرج بها الهواء. دونك لهنا المريض هذا باش كيف كومون سافا ترادوي كيفاش باش معناتها سير لو بلان سيمتوماتيك كيفاش هذه تصير، يصير عنده ضيق تنفس لانه غير قادر في الليفور باش يوصل الاكسجين كونتيتي دوكسيجين للي زورغان نتاعو للقلب للراس للواحد. دونك ديكو يعمل شويه ايفور يقوى الريتم، لغتنا عاميه يقوى الريتم على الريه اللي هي غير قادره انها توفر لي كونتيتي دوكسيجين سيفيزون بور باش البدن كامل يسيركيلي. دونك يولي يطلع شويه دروج ولا يلهث يمشي هكا رابيد بار اكزومبل، دايور نسميوه ديسبني ديما فما انيشيل، وتبدا بشويه بشويه من الاول غروزي فور ما ينجمش يعمل مجهود كبير، ومن بعد يولي يمشي مثلا دي با هكا رابيد ولا يطلع شويه بونت يولي يلهث، ومن بعد يبدا مثلا مع واحد كيفو نفس العمر يمشي الي اوبليجي باش يوقف، واللي نوصلوا في الاخر اخر درجه انه ما عادش ينجم يوصل حتى يلبس حوايج، وما عادش ينجم يعمل حتى حاجاته معناتها الخاصه باش يتنقل حتى وسط المنزل نتاعو.
دونك باش يعرفوا مدى الخطوره. تو اللي نحكيو فيه هذايا ما يفرقش الدكتور معناتها الضرر اللي نحكيو فيه على الدخان ما يفرقش في العمر كيما الكبير كيما الصغير، هذايا باش يصير له حكايه وقته. حكايه وقت بيان سور، تنجم انت كبير بدا عمره 40 سنه يتكيف يوصلوا في 60 سنه بار اكزومبل ولا اقل، صغير بدا 12 سنه ينجم عمره 30 سنه عمل 20 سنه التدخين وشوفوا فيهم. وللاسف يجيونا عمر صغار الحقيقه، قبل ما بديت نعمل في البنومو كنا نشوفوهم هذوما في ديزاج افونسي 70 سنه 80، خاطر الحقيقه قبل عده عوامل كانوا يبداو يتكيفوا مخر وكل شيء. فانت هو حتى المود دو في وريتم دو في تبدل مع التوريتم اكسيليري والهيجين دو في الماكله مع تبدل كل شيء، راهو سي كله مربوط ببعضه افيك لو ستريس وكل شيء. توا لا توا الحقيقه نشوفوا امراض خبيثه في الصدر صدقني 30 سنه 40 سنه ولات عادي، 30 سنه 40 سنه عادي معناتها. ونشوف نلقى الراجل عنده اون استوار 20 سنه يتكيف من عمره 12 13 14 سنه بدا بكري، دونك مالوريزمون لي كومبليكاسيون باش يبداو بكري معناتها التعكرات واللي الواحد باش يبداو على بكري. دونك هيك علاش جنسيست تظن على الفئات الصغيره وليزادوليسون معناتها الاولياء وكلنا نردوا بالنا، راهو خاطر الادمان في عمر صغير اصعب برشا من الادمان بعد، ونجم ياثر حتى على النمو نتاعو خاطر مازال وقتها مازال يمشي ويكبر مازالت مرحله النمو في تمبكو معناتها قاعد يكبر ياثر له على النمو نتاعو على كل شيء، ياثر على كل شيء. هو راهو يباس دون لو سيستم معناتها دون لو سون دون لو سيستم معناتها يتوش تو لي زورغان، ما فماش عضو في البدن التدخين ما يمسوش، فهمتني؟ على الكرواسونس نتاعو، على سيرتو التفكير، على الصحه العقليه، على الصحه النفسيه، راهو ياثر على كل شيء. دونك دعوتي الناس الكل بربي قوس خنفتحوا، راهو الدخان سي تان برودوي، هي ماده تباع كان للبالغين قانونيا، ما تنجمش تبيع راهو كي يجيك ولاد صغير. هذه دعوتنا وهذه تذكير صغير معناتها للناس اللي قاعده تبيع في الدخان وعندهم رخص دخان، راهو اقل من 18 سنه يمنع منعا باتا انك تبيع له الدخان. هذا جوست تذكير صغير للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا الكل. دكتور بكري حكيت لي قلت لي انه على 13200 اللي ماتوا الخمس فما خمس كيفهم من الرقم هذايا باش يموتوا خاطر سلبيين مدخنين سلبيين. هي معناتها انا الوالد يتكيف بجنبي ولا نقعد بحذا الاولاد في القهوه في بلاصه فيها برشا دخان، شنو ماشي انا اللي نتكيف زاده معناتها؟ هذه هي احترام الغير. دونك وفما برشا قوانين خرجت فيها سيرتو في الاوروب هذه بور ليتيك معناتها باش نقصوا منها هذه حكايه الفيمير باسيف. خاطر الفيمير باسيف هو راهو ياخذ في دو تيب دو معناتها واحد توريت كيبدا انسان بحذا واحد يتكيف داير باش يجي الدخان اللي يخرج من السيجارو لوي ميم هذاك باش يجبدو سميو دو سيكوندير، والترسيير زاد باش ياخذ الدخان اللي هو اخي باللي ينفخ المدخن بحذاه. دونك شفت هو على ليميت باش يتكيف حتى اكثر منه. معناتها مش يشم كالسيجارو مازال يشعل السيجارو يشم منه الدخان يخرج من السيجارو المهم والفص اللي يخرجوا للسيد اللي بحذاه. دونك لهنا خاصة هو التدخين هذايا ساتوش كونت سي تري رابروشي باغ اكزومبل في العائلة تلقى البو يتكيف بحذا سيرتو الزوجة كارير، دونك باش توصل تتكيف معناتها باش توصل هي بيدها باش تاخذ الكميه زاده كبيره من الدخان. في العمل يبدا قريب برشا ولا انسان توا في القهوه مش نقولوا نص ساعه ساعه من زمان ماهيش كل حاجه كبيره، ولكن انسان مدمن في القهوه يعدي اربع خمسه سوايع كل نهار حتى ما يتكيفش، وناس بحذاه شيشه ودخان وكل حتى شيشه لازم نحكيو عليها. دونك لهنا زاد يسمى سي تان تباجيز باسيف توا في حتى لهنا ولا تمنعت في العمل مثلا في الاماكن المغلقه في المستشفيات في الاماكن العامه في بعض الدول. لا يجاو لهنا نحن راهو في البلان قانون موجود ولكن ولا ابليكي باش نبداو واضحين ماناش قاعدين نطبقوا فيه. تمشي انت ساعات حتى في مؤسسات عموميه في مؤسسات واحد تلقى العباد تتكيف للاسف راهو هذاك قاعد يضر في الناس الكل. دكتور فما فرق تو بين فما فرق بين السيجارو الدخان والشيشه جيراك والشيشه التفاح اللي نعرفوا يقول لك بربي نفسين نتاع شيشه تفاح ولا عنب في الصيف شنو المشكله نتاعها، وبين زاد الدكتور العاده اللي عند الرجال الكبار النفه معناتها اللي تلقاه يقول لك ليه هذايا ماهوش دخان بربي حك تنفى شنو باش تعمل لينا هذايا. كلهم كيف كيف دكتور؟ كلهم كيف كيف. الشيشه بنحب نقول هذه ناكدوا عليها الشيشه علميا راهي شيشه واحده تقريبا زوز باكوات دخان براتيكمون يقول لك 40 سيجارو معناتها براتيكمون ولا 50 معناتها براتيكمون زوز باكوات دخان كوتي فيه معناتها يعني كيف شيشه راهو عباره كيف زوز باكوات دخان. والشيشه سي لا ميم شوز معناتها لي ميم كومبوزونت كيف كيف سي تدخين وممكن نزيد عليها شيشه اكثر
انه يبداوها يتقاسموها مع تعديد الاشخاص وما تعرفش كل واحد وشنو عنده في صدره وكل واحد شنو عنده امراض في صدره. دونك الشيشه زاد راهي نوع من التدخين وانا نسميه التدخين حتى البلوز اغريسيف من الدخان لوي ميم معناتها فك الساعه من زمان كيف يبدا على الاقل زوز سواق زوز باكويت ما يقارب زوز باكويت بالريتم هذاك كيف براتيكمون زوز باكويت فهمت الشيشه دونك هي بيتها راهي حدتها التدخين كيما زاد النفه النفه راهو نوع من التدخين اللي يعمل ادمان اللي عنده زاد تاثيرات على الرويري تاثيرات براتيكمون سي لي ميم شوز كيما كيما التدخين بالضبط. داير نشوفوا نحنا هذه خاصه النساء الكبار والنساء قبل اللي كانوا توا خاطر نقصت الحقيقه النفه كيف نشوفوا عندهم امراض مزمنه ونتبعوا فيهم وكل شيء نتيجه جوست للنفه. دونك النفه زاد راهي نوع من انواع التدخين. بيه دكتور شيشه تفاح وشيشه هذوك نتاع زاده نفس الحكايه نفس الحكايه جيراك وتفاح كل كيف كيف كل كيف كيف سي لا ميم شوز سي لا ميم كومبوزونت لا ميم شوز معناتها هذا كله سي دو ماركتينغ معناتها ان بو دو للتسويق امور تسويقيه امور تسويقيه لا ميم شوز كيما لايت ودخان لايت ودخان مش عندنا خمس سنين العالم فيق قالوا لنا هذه الفاب تاعو دكتور وراو برشا تاو في ليزادو يقول لك ليه انا مش نتكيف ابريتو هاي فاب نعرف شنو فيها شويه نيكوتين فيها هذه الاروم اللي باش تكون ريحته فاوحه دونك يقول لك ما تضرش وما ريتش انا حاجه تضرني نتكيفك هاو شنو هي الحكايه هذه دكتور بالضبط؟ الفاب هي انيسيالمون بدات كوم سوليسيون باش الناس تعاونها باش تبطل الدخان خاطر في الادمان على الدخان فما مثلا عده انواع فما النيكوتين فما سوكي فما عباد سي لو جيست كي لو كونت معناتها المشكله اكل اللي يحب يشد هكا حاجه سيجار ويحب كذا دونك سوا ديزون ايتي كريي الفاب هذايا فاسون باش نبطلوا بها ولكن ومرت بعديد المراحل حتى الاورجانيزاسيون مونديال دو سونتي مره اوكي مره نو في الاخر ابريوري حسمت فيها الحكايه الفاب سي تافيري معناتها ظهرت اللي هي زاد نوع من التدخين وللاسف نوع من ادمان على التدخين وراه ربي نحب ناكد على حاجه ناكد عليها وهي هذه حتى في لي جراند حتى ثم يتيود في كندا خرجتها ما حتى حد بيرسون نو سي ما يعرفش فصت واك البرودوي هذاك او التفاح لا فاب درشنوا الكل معناتها مواد هي بيدها كي كومبوز موجوده في الدخان دونك براتيكون سي انتردي توا بار لو ام اس ما عادش ريكوموندي ما عادش يستعملوها الفاب معناتها علميا ما فما حتى بلاصه للفاب باش الانسان يبطل دونك عمره ماهيش وسيله باش الناس تبطل الدخان على العكس اللي نشوف فيه حتى في سير لو بلان معناتها براتيك نشوفوا فيه توا انه تلقى مدمن على الفاب تلقى عنده 6 اشهر ما عادش ينجم يبدلوا هاو برودوي فاوحه ودرا شنو معناتها خان سهل معناتها الفاب يساوي دخان يساوي دخان ما فماش ما حد يساوي دخان ما في حد دونك الناس اللي يسمعوا فينا توا هاكم شفتوا راهو هذه حسب اخر الدراسات اللي كان يأكدن عليها دكتور ضيفنا اليوم دكتور أنيس معطلة رئيس قسم الأمراض الصدرية بالمستشفى الجامعي ابن جزر. تسمح لي دكتور بكري يجيب بعض الأسئلة وبعض التليفونات على 70-035-120 معنا مروة. أهلا وسهلا بك يا مروة دكتور تلبسين الكاسك خلنا اسمه ديتريس اللي معنا اللي هي مروة على 70-035-120 مروة أهلا بك. عسلامة مرحبا مرحبا سؤالك للدكتور أنيس بردي انا حبيت نتكلم باسم بابا عمره استوى 66 سنة حبيت نحكي على الدخان من جراء الدخان معناها وصلت وعنده سرطان في البروستات مع سرطان البروستات هو متخلفت له هو عنده جلطة مركب رسال والدم والسكر والامراض الكل فهمتني به فتوى ولا عنده كالتلهيثة يلهت هكا برشا حتى مش يقوم يعني من الفرش و مش يقعد هكا على كرسي ولا حاجه ما ينجمش مش يتكلم ما ينجمش قاعد يعمل في الشيميا فهمت هو توا كي عطاونا تحاليل باش نعملوهم الغاز دو سون هذاك يلقاو وصل معناه ال 50 معناه يطيح له الاكسجين والكل وعملنا تصوير هذيك على الرواري نلقاوها تعبه ما بين عملناها جمعه 10 ايام التالي وعودناها البارح نلقاوها زاد الحاله تعكرت اكثر يعطينا جواب دكتور في البريفي مش نمشيو راقدوه في السبيطار اللي رجعت تدخلها قتلت لي انا ما نتعرفش مش ندخلوا معناها يرقد فهمت في السبيطار وانا كحالتي كي نغزر بابا كيما هكا ما نجمش زاد مش ندخلوا للكلينيك حكم اللي طبيب يقول لي
كي مش نعطيه الدواء يطلع له الدم والسكر وقلت لك زي يستعمل في الشيميو. فهمتك. خلينا نفهم الوضع دوك. شنو السؤال بالضبط؟ خلينا نفهم انا. حبيت نتدخل مع الدكتور انيس في الكاكي ما هكا الرويري تعبين والاكسجين مش هو وصل له شايحين الرويري فهمت التصويره في والتصويره كي عملنا التصويره الكحله ديكا في ظرف 10 ايام زدت قد ما تولت الحاله نتاعها اسوء اكثر. واضح واضح. دكتور انيس مرحبا بك وان شاء الله باللطف ان شاء الله لاباس الوالد. ما انت قلت بالحق كما قلنا بكري الدخان مع تسبب في وساتوشتو الواحد والبرستات من بار العمر يدخل زاد الدخان. بالنسبه للحاله نتاع الوالد افكتيفمون نورمالمون في الارجانس هما يعملوا توت ان بيلون خاطر انت قلت زاد عنده رسور في القلب يعني نجم تكون زاد فما مشكله من القلب خاطر ماك تعرف زاد مع الشينيو كل شيء نجم يكون مشكله من القلب كيما تنجم تكون مشكله من الرئه. انت قلت لي شيفر 50 50 راهو ناقص الاكسجين تيوريكمون يلزموا الاكسجين ماش حتى في الدار. الحقيقه نحن راهو في العاده كي يكلمونا الارجانس مثلا على المرضى هكايا ويبداو يروحوا رانا ناخذوهم ما عندناش حتى مشكله. إذا كان أنت الوالد متقلق وكل شيء وتحسه تعب ترجعوا للإرجانس وإذا كان راهو هاني قلت لك معناتها مشكلة تخص الصدرية كلمونا معنا حتى مشكلة ناخذوها ونشارج وإن شاء الله لاباس. إن شاء الله لاباس به. تو دكتور تفرق بين إنسان يحب يبطل الدخان جيت كمان تفرق بين إنسان عنده 20 سنة يتكيف وإنسان عنده 10 سنين يتكيف دكتور تفرق بين إنسان عمره 40 سنة وإنسان عمره 60 سنة دكتور تفرق؟ والله نحكي حتى منطلق تجربتي الخاصة اللي يفرق هو حاجتين هو أول حاجة هي الموتيفاسيون إنسان يبدأ موتيفي هذه تريز امبورطون. الحاجة الثانية هي درجة الإدمان تاع الإنسان. درجة الإدمان سهلة فما دو كيستيون نحن نسألوهم أبار هو فما توتال سكور سكور هذايا نشوفوا به الديبوندونس نتاع الانسان ونعملوا ديكوتاسيون معناتها من واحد حتى لاربع باش نعرفوا قداش درجه الادمان نتاعو مش كيما واحد مدمنه خفيف معناتها جوست شويه كيما واحد مدمن برشا ديما تسعه. نسالوا مثلا المريض اول سيجارو يتكيفوا بعد ما يقوم الصباح اذا كان قال لك مثلا نتكيف راه ايميدياتمون اقل من 30 دقيقه راهي الديبوندونس نتاعو عرفها راهي كبيره برشا 30 دقيقه لساعه اقل بعد ساعة أقل برشا دونك أسهل دونك قد ما يبدأ ملي حل عينيه تحكي لي ملي حل عينيه حل عينيه ثم ناس حل عينيه ديريكت يقول لك راني نشعل سيجار وهذاك سي واحد. والسؤال الثاني الأهم فيه هو عدة أسئلة أخرين إذا كانوا مثلا يبدأ في مريض ولا يبدأ في بنك ولا يبدأ في كذا ومش يطول وما يزموش يتكيف يتقلق ولا ثم ناس ما تنجمش تشد روحها يخرج ولا يحمد سيجار ولا حتى يبدأ مريض يتكيف دونك هذوما دو كيستيون تعطينا درجة الإدمان أبار العلمية نجم فما ماكينة باغين نشوفوا به تو دي سيو باش نعرفوا زاد الدوغري نتاع الانتوكسيكاسيون هذوما نعرفوا به الدوغري نتاع الادمان دونك ينجم يكون انسان عنده برشا يتكيف ولكن الي بلو موتيفي عنده رغبة أكبر وقرار شخصي قوي أنه باش يبطل وانسان آخر مازال جديد في الدخان ولا كذا قل ولكن ماهوش موتيفي بالكل ما بتاتر يسمع كلام المدام نتاعو ولا الوالديه ولا كذا ماهوش مقتنع وتكون ديبوندونس نتاعو كبيره في ساي اول ما يحل كيما قلنا هكا كي دونك ديما لي دو هذوما دو زاستيس هذوما مهمين برشا باش تعرف ديبوندونس نتاعو والدوغري نتاع موتيفاسيون. ثم كريتير اخر زاد مهم ياسر بالنسبه لتبطيل الدخان يقولوا يفو شوازير لو بون مومون معناتها معناتها انسان يبدا في حاله نفسيه مرتاحه يبدا فاكونس يبدا مرتاح باش يبطل الدخان نجم تجي واحد ما نعرفش انا يعيش مشاكل كبيره طبق الخدمه عنده مشاكل زعما في معرفش كذا وتقول له اي اي برا امشي بطل سي با فاسيل راهو نفهموا العباد العباد ديبوندون فما ناس التخوف نفسانيا حتى ديشارج هكا فك السيجار اللي تكيفوا بالنسبه لي هذاك ان ديفولمون ديشارج راهو الفو كومبروندر لي جون معناتها ما نحن مانيش نعاقبوا فيهم نفهموا العباد نفهموا السفرانس نتاع الناس معناتها كي نقولوا هذا الكل ولكن راهو نفهموا العباد ونقدروا العباد معناتها هذه حاجه واحد ولكن لا موتيفاسيون دوغري دو ديبوندونس اي شوازير لو بون مومون ومن بعد فما اون ديمارش فما توت اون كونسلتاسيون ان سويفي باش نعاونوا العباد تبطل الدخان. باهي عمليه تبطيل الدخان اما خير توا دكتور يقعد ديما السؤال الذي مطروح بالعامية وجيني حتى على الباج فيسبوك يقول لك نبطلوا تو دان كو هاي قص علينا الموضوع هذا يقول لك اخر سيجاره طيشته والا نبدا نقص 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 لنوصل انا مرحله اللي ما عادش نتكيف
شوف ليسونسييل كيما يقولوا لي كيفاش يقولوا تبرر الوسيله الطريق تبرر الغايه الغايه تبرر الوسيله اذا كان في اخر المطاف شي بطل الدخان زوز باهين ولكن علميا وسير لو بلان براتيك سو كون ابل نحن اون اوف اون اوف حتى اليوم يتكيف طايش سيجار وخذ ديسيزيون سي حتى تو دو ريشوت من بعد باش يرجع اقل برشا من واحدك اللي بطل بروغريسيفمون معناتها نسبه العوده تكون نسبه العوده قليلة. اقل برشا اقل برشا بالنسبه للاون اوف اللي انا واحد من الناس زاد نفضلها اون اوف يا اخو دابا ما تختار وقت به كذا يبطل يشرب برشا ماء يبعد على البلايص اللي تخليه يتكيف ساعات يقولوا له حط حاجه هكا كيما يقولوا حاجه في فمك تاع حلوى صحيت فوالا يشرب برشا ماء بور ديلي لا كونتيتي نتاع النيكوتين يبعد على البلايص يعمل شويه سبور خاطر لي ريسبتور نتاع النيكوتين في المخ هما بيدهم ريسبتور نتاع الماكله هذا ينبهوا على العباد اللي بطلوا يزيدوا في البوار انا جايين هما تو ذوك اي بطل عاديه فهمت يولي يقلل من الوجبات مثلا كي ياكل وجبه ما يزمش خاطر كي ياكل بالكدا ويشبع الانسان الدم الكل يمشي للمعده المخ ينقص له الدم يولي يجيها كسنساسيون تاع السيجار ومن بعد الماكله دونك نقولوا لما دابيك في متاكل حاول شويه ما تملاش المعده نتاعك باش تنقص هاك السنساسيون تاع البزوان تاع الاكسجين وراهو الناس كلها اذا كانوا موتيفي راهو يوصل وما يجرى له حتى شيء خاطر ثم دي رومور هاو كان بطل ودرا شنو كي نرجع كنت تكيف في سيجار ولي كنت كيف في باك ولي تكيف في باك ونص اذا بطلت سيكو بطلت بطلت به دكتور صلح لي كاني غلطه هل انه صحيح تو باش نعطيكم بالوقت كي نبطل الدخان بعد 20 دقيقه من التبطيله نتاع الدخان انخفاض ضغط الدم الى مستوى طبيعي وترتفع درجه الحراره نتاع اليدين والساقين الى مستوى طبيعي بعد ثمانية سوية من التبطيلة نحكيها ينخفض مستوى سيو اللي كنا نحكيه عليه إلى مستوى طبيعي بعد 24 ساعة يبدأ خطر بإصابتك بنوبات قلبية في انخفاض بعد زوز جمعتين حتى 3 أشهر تتحسن الدورة الدموية اللي في بدني الكل وتبدأ الرية متاعي بالعمل بشكل أفضل بنسبة تصل إلى 30% من شهر حتى 9 أشهر من التبطيلة متاع الدخان السعال ينقص يكون زاد عندي اكثر طاقه ونجم نتحرك والخطر باصابه بالعدوى هذا في بعض الامراض يكون طاح برشا بعد عام خطر الاصابه بامراض القلب يكون اقل زاد ماشي ينقص من 5 حتى ل 15 عام تصبح نسبه الخطر باصابه بسكته دماغيه هي كيفها كيما الواحد عمره ما تكيف وهي اقل باربع مرات ممكنه للناس اللي قاعده تكيف بعد 10 عوام يقل خطر الوفاه من سرطان الرئه ب 50% ويقل خطر اصابه بسرطان الفم والحلق والكلى والبنكرياس بعد 10 سنين بعد 15 سنه تصبح نسبه خطر اصابه بامراض القلب هي ذاتها للناس اللي ما تكيفش صحيحه الارقام هذه الارقام الكل اللي قلتها صحيحه كلها صحيحه جست ديما فما زاد بار اكزومبل حاجه فيسا هي الكولوراسيون دو بو لالين معناتها كريحه الفم وكل شيء هذيك بضع ساعات معناتها يبطل الدخان يعني في اقل من 24 ساعه يرجع لالين نتاعو ريحه عاديه وكل شيء والكولوراسيون ريحه الدخان هذيك زاد تري امبورطون اللي قلت الكل افكتيفمون صحيح معناتها بريتو يرجع كانه انسان عادي تقعد ديما الريسك الوحيد اكثر اللي يطول اكثر علاش ندعو الناس باش تبطل بكري خاصه الناس اللي فوتوا عدد معين نقولوا نحن 20 باكي يعني مثلا يوصل 20 عام كيف في باكو ولا 10 سنين نحسبوها نومبر دو باكي في العام ثاني يقول لك انت كيف زوز باكويت 10 سنين يولي يسميه 20 باكو ذي 20 باكي يعني اللي هو الفاريكوم كونسير نتاع البومو يقعد الريسك حتى 20 سنه دونك هكا علاش ندعو العباد باش تبطل قبل ما توصل للمرحله هذيك اما اللي قلت عليه كله صحيح هذه حاجات مشجعه للناس انها تبطل باش ترجع ناس عاديه ينقص الريسك دكتور اللي في اللي زاد اللي فهمته النيكوتين هو اللي خليني ما بطلش منه دونك فما يقول لك انا هاني استعملت الباتش وما مشيش معاه انا يعني بطلت ما عادش نتكيف قلت خليني ناخذ الباتش نلقى عندي كل موك نحس بدني نمل نقصتني هكا فما حاجه نقصت افيكاس النيكوت النيكو باتش هذوك كان صح التعبير ولا لا دكتور اكيد النيكو باتش هو توا المويان لو بلوز افيكاس كان جات بعض الاديو لكن مالوريزمون جبدت من السوق خاطر عندها ديزيفي معناتها مضاعفات خايبه النيكو باتش اذا كنت تستعمل عند طبيب مختص خاطر هو راهو سيتون دوز معينه حسب كل واحد معناتها ما يتخش هكاك لياتوارمون فما دوز او فما معناتها ديغريسيون معناتها نقصوا بشويه بشويه سير اون بيريود دو 3 سيمين افيك لي زوتر مويان راهو مش كان اذا كان تبدا كان الباتش وتخلي لي مويان اللي قلنا عليهم بكري الاخرين ما عملنا حتى شيء ولكن سي تري افيكاس مع الموتيفاسيون الباتش كي تعطى حسب
الديبندونس حسب قداش يتكيف حسب برشا حاجات زاد حسب ليتا كاردياك نتاعو كل شيء راهو في اغلب الاحيان راهو تنجح اما كان تاخذ انت لي باتش هكاك انت تستحق علشان خاطر فما دي دوز باتش دو 21 وانت تعمل باتش دو 7 وحدك هكاك مشيت للفارماسي وخديت لانه للاسف توا مفقودين لي باتش مالوريزمون ان شاء الله يرجعوا بيان سور مش باش يعمل لك حتى شيء خاطر علميا راهو مش لي باتش ناخذوهم هكاك الياتوار وكلوا واحد وننبه على حاجه اخطر حاجه راهو الانسان كي يتكيف كانه يعمل باتش ويتكيف اتونسيون راهو سي تري دونجورو سيرتو بالنسبه للقلب نبه على النقطه ذي هذه نقطة مهمة. نقطة أخرى، الناس اللي بطلت الدخان، هل هي هذه من علامات إني شديد ثنية بها وإلا لا دكتور؟ ديما يقول لك عندي مازال عندي لونفي الرغبة الملحة نحب نمشي نتكيف. يقول لك زاد ولا عندي وجيعة متاع راس، حسيت روحي مش قد بعضي مفرعس، نحس في فمي شايح وحلقي يوجع فيا، نحس في روحي عندي كلكحة صغيرة، نحس في روحي تعبت. جيعان حتى في النوم وليت متقلق هل هذه هي بعض العلامات اللي باش يلقاها الواحد كي باش بطل الدخان دكتور صح هذا لو سيندروم دو سيفراج لو سيندروم دو سيفراج سورتو يجي عند العباد اللي يتكيفوا برشا معناتها كميه كبيره برشا صحيح وقت اللي بطل يصيروا عنده ينجم يصيروا عنده العلامات هذه الكل العلامات هذه الكل ينجم يصيروا العباد هذوما الحقيقه ندعوهم نحن باش انه يكونسلتيو يعديو وعنا دي رونديفو زاد على لوبيتال كل شيء ياخذوا دي رونديفو من السكرتير فهمت في الكونسلتاسيون العاديه اكسترن كل شيء باش نعاونوهم باش نعطيوهم دي تكنيك وفما بعض الادويه نجموا نكتبوها لهم كل شيء باش نقصوا هالسندروم هذايا لو سندروم دو سيفراج ساشون كو السندروم هذايا راهو يجي معناتها الحكايه هذه ما تجيش عند الناس الكل سورتو عند الناس اللي تكيفت برشا ولا تتكيف بكميه كبيره برشا نجموا نشوفوا الحكايه هذه فما بعض الحاجات راهم مش يصيروا عاديين كيما وجيعة الراس كيما هكا السنساسيون هذيا نتاع كيما قلت انت جوع وكذا حاجات عاديه معناتها نجموا حتى بشويه كباراسيتامول بشويه يشرب زايد ماء يرقد وكذا نجموا نتجاوزوهم فهمت اذا كانت تتجاوز الحكايه اكثر وتولي مع السندروم مع تسميون احنا الريتابيليتي على اعصابه ويولي يغش ويولي يبرق هذاك هذاك لهنا ندعيه انه يكون يعدي ونعاونوه معناتها في الكونسلتاسيون افيك دي مويان معناتها ميديكامونتوز دويات ولا امور نفسروا لهم الوضعيه باش يتجاوزها رابيدمون بسهوله ويبطل بقدره الله اخر سؤال اللي نطرح عليك دكتور وبعد اعطينا نصيحه نقدمها 70% عزيمه و30% ادويه دكتور حتى اكثر عزيمه حتى اكثر عزيمه عزيمه قبل كل شيء وتنجم تقعد لعمليه تبطيل الدخان مش نتاع نهار نهارين تنجم تقعد اشهر يا دكتور نجم تقعد سيرتو اللي نبداو لهم الدواب اللي باتش ويبدا مدمن برشا وكل شيء نعملوا معاهم توت ان باركور معناتها نتبعوا بشوي بشوي افيك ديغريسيون كل ثلاثه جمعه وكل شيء معناتها في اللي دوز النجم نقعدوا كل واحد كيفاش معناتها من 9 اسابيع 12 اسبوع معناتها حتى 3 4 اشهر النجم نوصل كيما نعاود نقول معناتها المفيد نخلطوا في الاخر النتيجه الطيبه انه ينقطع التدخين ان شاء الله ان شاء الله يا رب تنجموا تمشيوا للطبيب نتاعكم وهو ينجم يعاونكم يقول لكم كيفاش تم عمليه التبطيل نتاع الدخان سي لوكازيون جامي خاصه مع شهر سيدي رمضان دكتور ان غرو ميرسي كلمه الخدمه خليها لك انت لي زوديتور اللي يسمعوا فينا اللي عنده نيه التبطيل واللي قاعد يسمع فينا ومازال مهما هكا شويه دكتور والله ان شاء الله ان شاء الله ما نكونوا افدنا المستمعين نتاعنا احنا رول مش نخوفوا في العباد ولكن نطرحوا لهم في حاجات حقيقيه واقعيه باش ان شاء الله اللي يخمم شويه يولي يخمم برشا باش يوقف الالاف هذيا وينقطع عن التدخين رياني تاغ جميع معناتها موش مخر حتى على حد كيلكو سوا فهمت دونك رمضان ديما هو ان شاء الله شهر الرحمه وشهر الروحانيات وشهر التسامح وشهر ان الانسان يتسامح مع روحه ويوقف هالدخان هذا اللي راه للاسف كلكو سوا باش يضره ان شاء الله زاد ندعيو مش كان الواحد حتى الدوله حتى كذا يفو ملتيبلي لي زيفور معناتها في سورتو لتي كونت هذا التباجيز باسيف معناتها مزيد القوانين والصرامة في تطبيقها فهمت تو كي نحكي انا ثار الدوله مثلا كود تبا بالنسبه للدوله في تونس في 2018 متكلف على الدوله 2 مليارات دينار
هو 1.8 1.8% من البي بي نتاع تونس هو لي كونسيكون نتاع الناس اللي التدخين سواء معناتها معناتها كونسوماسيون نتاع الدواء الامراض الخبيثه والوفيات والوفيات اي واللي بيرت ايكونوميك من رجال الموت المبكر والواحد دونك برشا فلوس الدوله قاعده تخسر بون الدخان ويجيب في برشا فلوس ولكن او ميم طون اون كونتر بارتي تخسر فيه اكثر دونك لازم مجهود جماعي مجهود من الناس الكل وتبقى في الاخر ديما قناعه شخصيه ان شاء الله الناس تقتنع وان شاء الله ان شاء الله ربي يهدي الجميع للقطاع امين يا رب ان كرو ميرسي لك انت دكتور اللي كنت حاضر بحضرنا رئيس قسم الامراض الصدريه بالمستشفى الجامعي ابن جزار دكتور انيس معطله الانتجرالتي تلقاها شويه اخر على الباج اوفيسيال فيسبوك ان كرو ميرسي ليكيب كامل كوتي تكنيك ريداكسيون برودوي اللي امنوا لكم 120 دقيقه من بثنا المباشر نتلقى غدوه في نفس التوقيت دي سيلا بسيف يا دما أغلى معنا وعلى خاطر في الحياة ثام نمنو بالعلم وبأصحاب الاختصاص هذاك علاش نحطوا على ذمتكم سويعتين كاملين يهتموا بصحتنا في السويعة الأولى عنا آخر أخبار التظاهرات الصحية آخر الدراسات العلمية والأمور القانونية وفي الساعة الثانية نحط على ذمتكم طبيب الاختصاص باش تسألوه ديريكتومون على وضعياتكم لجميع الاستشارات الطبية تسألوه وتستفسروا معاه وضعياتكم الصحية ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من العشرة نص نهار مع الحايم على الحياة فام في سانتي 5.0 سانتي 5.0 مع الحايم صحتك بالدنيا